السلام عليكم. اليوم راح أفرجيكم طريقة عمل خبز الكماج العربي. حتى نعمل خبز الكماج بنحتاج لطحين، كيلو طحين، بنحتاج لأربع معالق خميرة مع معلقة سكر، بنحتاج ثلاث معالق حليب بودرة، بنحتاج معلقة كبيرة ملح، وبنحتاج كوبين ماء دافئ بحرارة 40 درجة. راح نحط مقدار كوب فوق الخميرة من المي ونحركه منيح ونتركه لحد ما انه يرتاح ويبلش فقاقيع الخميرة انها تطلع على الوجه. في هاي الاثناء راح احط الحليب والملح فوق الطحين ونحركهم بخفة بحيث انه ندخل شوية هواء بين الطحين. راح نعمل فراغ بالنص ونضيف الكوب الخميرة اللي صار هلأ جاهز، وفوقيه كمان كوب مية تاني. وراح نبلش نحرك المكونات مع بعض. راح تاخد وقت لحد ما العجينة تتماسك مع بعض، بس لازم نضلنا نحرك ونصبر على العجينة من غير ما نضيف مي عليها لحد ما زي ما احنا شايفين صارت كتلة مع بعض. وهلأ بنبدأ عملية العجن، تقريبا 10 دقايق من العجن المستمر. بنفرد العجينة وبنرجعها على حالها وبنضلنا نلف العجينة ونستمر بعملية العجن. زي ما احنا شايفين العجينة هلأ تماسكت وصارت ملسة. وطرية بنفس الوقت. هلأ منكورها شوية على بعضها ومنغطيها ونتركها ترتاح لحد ما يتضاعف حجمها تقريبا ساعتين. بعد ساعتين راح نلاحظ انه العجينة اختمرت عدي، وهلأ بدي انزلها على السطح وابدأ في تقطيعها. بحاول شوي شوي ارفع العجينة عشان ما اطلع فقاعات الهواء اللي تكونت بداخلها. وهلأ ببدأ بتقطيعها. هاي الكمية من العجين راح تطلع لي تقريبا 16 قطعة. وهلأ باخد كل قطعة وبكورها على شكل كرة وبحطها على جنب. بعد ما نخلص من كل الكمية بنغطيها وبنتركهم يرتاحوا شي 10 دقايق. هلأ بدنا نبدأ بعملية رق العجين، فمنحط شوية طحين على السطح اللي رح نشتغل عليه وشوية طحين على مرق العجين أو الشوبك. ناخد أول دائرة ونبدأ أول إشي بأصابعنا شوي شوي بنفردها. بنحاول إن إحنا ما نضغط على العجين عشان ما يطلع فقاعات الهواء اللي تكونت بداخلها ونحافظ عليها، اللي رح يساعد العجينة تنفش أحسن بالفرن. وهلأ بنبدأ منرق بشوي شوي من غير ما نحط ضغط كبير عليها. بنضلنا نرقها تقريبا لتصير عندي بسماكة 0.5 سنتي، وبعدين رح نتركهم يرتاحوا العجينات. هلأ بنحمي الفرن على أحمى درجة ممكن عنا وبنبدأ نصفت
الخبزات بالفرن. طبعا الصينية اللي بدنا نشوي عليها لازم تكون برضو هي بالفرن وتكون حامية. كل ما كان الفرن أحمى كل ما كان أحسن للخبز. تقريبا بياخد 7 لـ10 دقايق، لازم نضلنا منتبهين عليه حتى انه يحمر من فوق من تحت. وهي نتيجة الخبز النهائية اللي ممكن احنا نستعمله للسندويشات او للتغميس للفطور. بالاكل العربي هو مشهور استعماله جدا. وصحتين وعافية.